جراب جراب ساهم في تغطية مصاريف الجمعية، وهناك عدة مشاريع التي ننتظر في إنجازها إن شاء الله، ولهذا نرجوه وألح في الرجاء أن يساعدنا ونتصل ونكون دائما في اتصال معنا، والله هو المعين والصادق. شكرا جزاك الله خير على الكلمه. يا الاخوان في اطار الطريق، لان الاخوان في المانيا خاصه يكونوا في حاجه الى التعريف كيفيه التي تم بها التزفيت الى اخره، وينتظر هل انتهى الطريق ام لا. ثم هناك بعض المرات الى الفروع السكنيه السمح سي احمد، لانه الكل يعلم بان الطريق تم اليوم في اسبوع قبل العيد. بقيت الممرات وبعض المجاري المائيه هي لجلت في اطار دراسه، وانا بعد تصرع من بعض الاخوان في الدوار ويتساءلون عن كيفيه، المسائل تطلب شيء من الوقت، لان هذاك الشيء محكوم بالميزانيه المدرجه في هذا الجانب. المسائل تحكي ان شاء الله مع الوقت ان شاء الله. يجي المشكل اللي تتعلق حاليا بالمركب، انه في حاجه الى تجهيزات، نحن في جهة إلى دعم معين لتجاوز العقبات اللي كنعانيو بها كتعاني بها الجمعية، ونحن في حاجة إلى بعض الآليات أو الآلات باش نحافظوا على الاستقرار ديال السكينة، وباش نشجعوا الجانب الفلاحي الجانب البيئي. بما في ذلك في حاجة إلى جراح تراكتور مثلا، هذا من بين المسائل الأساسية يحتاج إليها الجمعية لتقديم مساعدات وثمناجد مناسبة للفلاحين. ثم هناك آلة جي سي بي، السي بي هذا ضروري، لأنه تراكس نقولوا تراكس، يعني تراكس هذا فيه فائدة كثيرة لفت بعض الطرق المسالك الوعرة، لأن المسالك بعض المناطق مهمشة خاصة الناس اللي كيسكنوا في الجبال وفي حافة الجبال، وكاين فيضانات ديال الماء كتطلب مساعدات باش نقدروا حنا غير الطريق اللي تزفت وإلى آخره. راه لابد من صيانة، والصيانة كتطلب آلات، ونحن في أمل الله عز وجل يحقق لنا هذه الغايتين جرار وتراكس، غادي نكون إن شاء الله من القوة اللي تستطيع أن تتفادى ما الفيضانات وغيرها من المظاهر الطبيعية، وأمل بعيد قريب إن شاء الله لتحقيق هذه المسائل. وأوفي الكلمة الآن إلى خالي محمد الشكاسي. تشريني رجل الكلمة، لأن الكلمة وهو جمعية الوفاق دي 26 مليون ومرواز، يخص الأول 1980. هذا مجرد خلينا 1926 مليون هنا غير لنا مرواز، غير نحنا بزاف. الله يرحم ربي والدينه، أكن هو يصلح سيرة ربي العالمين. مرة من غنديها نتفى مرواز، خمير أكثر مرواز هنا غير لنا نكاكوش مفضل، ولكن الحال مرة ما غنواتني كتهمك، وهذاك تاني مهما بين غامروس كتهم في الحال، مهما بين غامروس مشينا ندرعا ودا نكسوا ودا نكسوا ونكسوا. لا انا تشمر واسين غيلان، خمينا تشمر واسين غيلان يا الاخوان، كما تشمر واس انا كل شيء. اكبر عائلة المشكلة كل شيء أبقى برويت الزنزبارات، كان تركتو الزنزبارات، وهذاك تاني مهما دير غدي ما نديرو والو، خاطر غاو فهاذي يرحم ربي والدينو. شوف يخصوني إلا زي شاب خدمة، هذا معايا في الوفاق. لأن المعايير في الدولة، لا شيء غادي نعملوها، أنا قطعي عرشا، ولكن لا يعني أنه شيء كره مروز، مروز وحدز، ما عادت هي غادي بين الإنسانية وحدز. وأنا خسرت خسرت. نشكركم على تبذير الرغبة، باش نلقى المود الداري فات، المود الاجتماع السنة، وإنما
اجتماع حيث في أكل العيلة في المناسبة أكل الساحل اللي يوزد على المصر الساحل العمارة دي سيلاني توقع يوزد تهزد علي تهزد مشاعر المصر في المكان بالجمعية والمعارض بالجمعية هنا في يوزد اللي تطلع في المشاريع في المسائل تغلب كاع أنت سبقي الناقل تغا أمشان تغا في والو قول الحمد لله مرة خزان راسي وذاك يجن الشغل عظيم وعظيم وعظيم جدا مرة بشهادة الجميع مرة السوان الزاوج تقول لك دار السوان شي دوار الزاوية يجن لك كنت مشاريع عجيبة وعظيمة من فضل الله تعالى ومن فضل المحسنين ومن فضل المكتب الجمعية لا يني دانيتات لا يني دي الخارج إخوان ساهمنا كي نبقى حولي بول المنطقة الحمد لله نود في الجيجن الجيجن عمل خيري نروح غزة الجيجن جودة مقرا والحمد لله نستا مرة ودا كيما لي ساهمان نشيلي ودا الجمعية يجي اجتهدان يجي ضحار يسمح ندير خدمة انسان يسمح ندير فدر انسان المهم يجي لي مجهود إيه الحمد لله سبحانه الله تعالى اللي وضع جن قيمة أما جن عز جن نشاط قراء الحمد لله الحمد لله عبد الحمد لله وأدعو الله تشكر السحمة الشكر الجزيل يقوم في نشاط قراء الله يجزيه بخير وجزانا مرة جميعا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لك سيدي حسين جل كريم مختصر بسم الله الرحمن الرحيم ونهي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدي المفيد الشرعي الإخوة سي مولود نعم سيدي جل كريم يشكر جميع الجهات ويشكر الجمعية بصفتها ويشكر الإخوان كما للعضوية للجمعية منهم السي أحمد بن فرنسا ولكن لا يقدر ان يشكر نفسه ويشكر السي مصطفى الحوري الناشط في الجمعيه ونشكر ايضا الجهه اللي كان عندنا في الجاليه المغربيه في مدينه فرانكفورت ونشكر اعضاء جميع الاعضاء ونشكر السي عبد الله المتطهر على مجهود عظيم وتمكن في إيمانه ببعض التدخلات في المعونة وفي جميع المعنوية والمادية والحمد لله نشكر أيضا السي مولود ما شكرش نفسه ولكن نزيد نشكره كرئيس جمعية الوفاق ونتمنى له الصحة والعافية ولجميع الإخوان ولجميع الساكن ونشكروا حتى الساكنة ديالنا وكل من ساهم في إنجازات الإنجازات التي قامت بها جمعية الوفاق في دوار الزاوية ونشكروا السلطات المعنية التي ساهمت معنا ومدت يدها بالعون إلى جمعية الوفاق الزاوية أكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام على أشرف المرسلين. أشكر السيد الأخ سي أحمد على هذا الخير وهذا على هذا العمل الصالح اللي درنا في هذه المنطقة الزاوية على جميع المسائل اللي نجزت حنايا في هذه الدول الزاوية ونشكره شكرا جزيلا ونتمنى له الصحة والهناء إن شاء الله ولجميع أفراد الأسرة ولجميع أعضاء الجمعية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. شكرا جميعا على هذه الكلمة وهذا اللقاء المثمر. كان اللقاء نعيد محور اللقاء الذي تعلق بحضور الأخ سي أحمد كما قسس له وهو لقاء حبي لا يدل أكثر ما يدل على هذا الروح التضامنية بين أعضاء جمعية الوفاق سواء بالخارج أو بالداخل ولا ننسى
الرجل الفاضل السيد مدغري عبد الله، شكرا له من تجمع على فإنه على حاضر إن شاء الله، لأنه يقدم هو الجميل ويراعي هذه اللقاءات ونتائجها، والحمد لله على النتائج التي بيناها ونجد فخورين بذكرها خاصة حصيلة الأعمال، ونشكر جزيل الشكر كل من وقف عليها، والشكر لله عز وجل الذي من علينا، والشكر لصاحب مولانا صاحب جلالة محمد السادس رسول الله، والشكر لعامل صاحب جلالة الذي وقفه أيضا في تحقيق هدايات، وصار وزار المنطقة أكثر من مرة رغم قصر تواجده هنا في إقليم ناغور، ثم السلطة الإدارية على رأس القائد الذي ضحى